شكرا ان عمركم ما نسيتوني، وعشان انا بحبكم زي ما بتحبوني ما هنش عليا غيب اكتر من كده، وقلت لازم ارجع عشان نطري القعده مع بعضينا زي ما انتم متعودين، وعشان خاطر اضحككم وافرح وابسط معاكم زي برضو ما احنا متعودين. بس قلت اعمل حاجه بقى جديده، نعمل برنامج حلو ولذيذ وفي حاجات كتيره جدا مختلف. برنامجنا هو 3 في 1، وعشان القعده ما تحلاش غير واحنا معانا اصحابنا وناس بنحبها، ناس نفرح بيهم ويفرحوا بينا، نتكلم معاهم ويتكلموا معانا ونتناقش وناخد راي بعض، بس من غير اي خناقات ومن غير اي مضايقات ومن غير اي نفسيات. فمنورنا النهارده وفي كل الحلقات 2 ستات، كل واحده فيهم احلى من التانية، كل واحده فيهم بحبها اكتر من التانية، كل واحده فيهم دمها اخف من التانية. معانا مزه وجامده وليدي وهانم، الاستاذه ليلى عز العرب. وبخفه دمها كان لازم برضو تبقى موجودة معانا الفنانة الكبيرة القمر نشوى مصطفى. هلولي حبيب. وزي ما انتوا شايفين على الشمال واليمين وردتين حلوين فل وياسمين. نبتدي بقى الحلقة؟ قبل ما نبتدي انا بجد فرحانه جدا بعودتك، ومش انا بس فرحانه، الناس كلها كانت فرحانه. تحس ان انا كنت معتزله مثلا 30 سنه ورجعت بقى. دي مش شبهي بس يعني يلا انا قلت ادخل دخله كده بس بعد كده نفك. انا فرحت والله يا شوشو بجد بان انت رجعتي لناس تانية، الناس تحبك قوي، وميرسي جدا لدعوتك اللطيفه دي ان احنا يعني يا رب نكون ضيوف خفاف على الناس وعليكي، وتبقى ان شاء الله ان شاء الله نعمل حاله الناس تنبسط بيها. هو لو حد هيقول ميرسي فانا اللي بقول لكم ميرسي انكم وافقتوا انكم تقفوا جنبي وتساندوني وتبقوا منورين معايا. بجد احنا هناخد من جمهورك. سيما انا بالنسبه لي انت بنتي، وانت عارفه انتوا عارفين انا بحبكم قد ايه، ويعني الحمد لله مش هنقول غير كده. يلا بقى نبتدي الحلقه. ايوه بس هنبتدي في حلقه في ايه؟ هنعمل ايه يعني؟ بصوا انا مش عارفه اصلا، يعني انا حضرت التقديمه دي بالعافيه عشان اعمل فيها ان انا ايه الفنانه المعتزله العائده بعد غيبه. ولكن للاسف انا نسيت احضر موضوع. طب بقول لك على حاجه. انا النهارده وانا جايه الحقيقه عملت شقلباظات عشان اقدر اوصل. المرور كان صعب جدا، وانا لما المرور بيكون صعب عفاريت السواقه بتنزل عليا. هو كان لازم الحقيقه احنا نشحطتك عشان انت ساكنه بعيد. ده انا ساكنه في قاره يعني تانية. اما بتغمزيش بالعربيه وحاجات كده، ده انا بلعب في الملاهي بجد. انا ملاهي. فايه رايكم نتكلم النهارده عن السواقه، ويا ريت نتكلم عن سواقه الستات بالزبط. اللي هي احسن سواقه في الدنيا طبعا. طبعا هو في طبعا احنا جامدين، بس يعني احنا ماشيين على المحور عشان نحط على الرجاله وعلى سواقين الميكروباصات اللي هم فاهمين ان هم اجمد سواقين، احنا اجمد منكم على فكره. والتاكسيات كمان. والتاكسيات بس التاكسيات بيمشوا بالراحه. انا عايزه اعرف حاجه، منين بتيجي فكره ان الستات سواقتهم وحشه؟ يعني مثلا اما دايما بكون راكبه مع عماد جوزي. انتوا بقى لكم قد ايه متجوزين يا نشا؟ 23 سنه. والاستاذه ليلى متزوجه. واعول. اما انا فطبعا زي ما انتوا عارفين على حطه ايدكم، لا خطوه اتقدمت ولا خطوه اتاخرت، لا خطبت ولا قريت ولا اتفسخت ولا اي حاجه. لا ان شاء الله هتخبي وهتكسبي. على امل يعني والله غيرت عتبه اهو، قلت يمكن ربنا يفتح علينا في الحته الجديده ودبحته، يعني ان شاء الله ربنا يكرمك. دايما واحنا سايقين عماد يقول لي اهي اللي سايقه العربيه دي واحده ست، اقول له يا سلام مش هعرفك، طب هتشوفي. فيمشي فنلاقيها فعلا واحده ست. واحده ست. فانا اقول له ازاي؟ يقول لي سواقه الستات معروفه. يعني حوادث يعني ستات. لا مش حوادث يعني غلط في الشارع يعني ستات. صدق انت زعلتيني. كسر اشارات المرور يعني ستات. العكس تماما، ده الرجاله اللي بتعمل كل الحاجات دي. بصي انا شخصيا لازم اربط الحزام، والاشاره لو مفتوحه ما فيش ولا عربيه معديه اعدي، لو مقفوله هاف، حتى لو ما فيش اي حد شايفني ولا في كاميرات. ربنا شايفك.
بالظبط ربنا شايف. وبعدين على الضمير الحي. وبعدين عايزه اقول لكم على حاجه بس، دايما لو لاحظتوا كده هتلاقوا ان الستات الحوادث بتاعتهم صغننه، يعني مثلا تلاقيها ايه يا حبيبتي راحت حكه العربيه، راحت كسره فانوس، راحت مدشدشه كبوت. انما الرجاله من كتر التهور والسرعه وثقتهم الزايده في نفسهم وهم فاهمين ان هم اكمل حد، تلاقيهم بيتفرموا. لا يا شوشو انا معاكي في حته صغيره. لا انا اقول لك اكمل لك حاجه صغننه، اكمل حاجه ان برضو الستات ساعات، عشان بس ما ابقاش بفتي يعني احنا بنكسر فانوس وبنعمل، بس ساعات بنعمل حوادث كبيره، بس ما بتبقاش اللي هي العربيه تموت، لا بتبقى مثلا بنطلع فوق شجره، بنبقى مثلا تلاقينا ايه دخلنا في كشك، حاجات أيوة بسيطه بس أيوة بسيطه جدا دي. لا عادي. هو الحقيقه اللي انا شايفه حاجه ان الستات فعلا على راي كلامك بتبقى حوادثهم صغنطوطه، بس لا رأينا زيهم كتيره، بس صغنطوطه بالنسبه لهم، لكن بالنسبه للاخرين لازم تكون من النوع الجسيم. ازاي يعني؟ انا اتسبب في صناعه حادثه، لكن انا براها اتفرج كده براها، يعني اخلي اتنين يلبسوا بعض وانا ماليش دعوه، فاهمه؟ يعني صح. ست رقيقه في نفسها. انا مره عملت كده، مره كنت ماشيه بالعربيه وبعدين للاسف حودت فجاه، كنت عايزه اخد يوتيرن كده وفي مكان انا ما اعرفوش الحقيقه، فهم قالوا لي اليوتيرن على بعد 10 متر، فانا ماليش في الابعاد، انا افتكرت ان 10 متر ده حاجه كبيره، لسه بدري اتريد اطلع 10 متر ده اللي وجعني، فكنت في اقصى اليمين والبتاع اليوتيرن في اقصى الشمال، فاول ما لقيته هلف بقى من قدام، قلت لا انا ايش عرفتني اتوه، رحت دي ولفه، فكان يعني واحد ورايا يعني، فجي بقى عشان يتفاداني راح وقف فجاه، فسمعت صوت اطلعي اجري انت بقى، اطلعي اجري طبعا جري، انا جريت بقى وبعدين رحت يعني عملت ان انا مش واخده بالي من بنها ولا ليكي دعوه بالموضوع، بس الحقيقه كنت شايفاهم في المرايه. انت اتعلمتي سواقه من امتى ومين اللي علمك؟ ماساه. انا الحقيقه اللي علمني السواقه جوزي للاسف، استاذ عماد للاسف الشديد. ما هو احنا دلوقتي انت ملاحظه من اول الحلقه انه واضح يعني ان استاذ عماد حاضر معانا، ملايكته حاضره، ما انت بتساله في تفاصيل الحقيقه، هو عضو اساسي فيها. تمام خلاص ما دام هو عضو اساسي فيها يبقى يشرف ونا احنا نقدر بالظبط. فهو الحقيقه للاسف الشديد علمني السواقه، وللاسف الشديد كان هي دي. امتى امتى امتى؟ يعني من بدايه ما اتجوزنا، يعني انا ما كنتش 23 سنه، من 23 سنه تقريبا، يعني قبل ما تخلفي. واضح انه كان عايز يتخلص منك من الحقيقه. الحقيقه حاسس انه دخل في نفق منه، يعني حد عارفه في مغرز فانا لبسها في مطب. لا والحقيقه انا لبسته في حاجه يعني بجد. الله اكبر عليكي، شوفي هي دي الستات. فكان بيعلمني سواقه، فخلاص اتعلمنا شويه، فقلنا ايه نطلع بقى شويه بره المكان اللي بنتعلم فيه، نمشي في الشارع. لو حد قال لك مثلا صباح الخير هتردي تعلي تقولي له ايه؟ صباح الفل يا عرب، صباحك عسل يا اسطى، تعشى بشاي، تعال نورنا، ايه انا عامله فطار حلو، في فول وطعميه، طب عايز باذنجان، طب في مخلل، طب ما تيجي. ده البديهي. في ايه؟ ده البديهي. صح. لو انا مثلا عماد ماسك كوبايه شاي في ايده، فاقول له حبيبي خلي بالك الشاي هيقع. لو مثلا ماسك سيجاره حبيبي، ما احنا في شهر العسل. جوزك حبيبي؟ في شهر العسل. اذا كان كده لو لسه على فكره شيش بتضحك علينا، لانها لا. لسه قايله له يا حبيبي دلوقتي على الكاميرا وبعتها له بوسه. ما هو اكيد اتعود. ما هي المشكله ما هي احنا نتعلم هنا من مشكله استاذه نشوى، انك ما تقولوش في شهر العسل يا حبيبي، عشان بعد كده يبتدي يطالبك بيها، فانت من الاول ما يا سيد يا سيد على طول يا اخ بالظبط يا اخ حضرتك حضرتك. فدايما حبيبي خلي بالك مثلا طفله السيجاره هتقع على السجاد كده. واحنا سايقين لقيته على يقول لي يا بني ادم خلي بالك. بني أدمة؟ لا وانت مش بني أدمة. لا طبعا إيه؟ خالص. لا لا مش يعني بني أدمة. زعلانة. هي بتقول له يا حبيبي، روح ردد عليها يا بني أدمة، مش المسمى الوظيفي بتاعها هيقول لها بني إيه؟ أدمة. المهم أنا بقى للحظة عايزاه يقول لك يا قطة. المفروض ايوه يا قطة، المفروض يقول لي ايه؟ خلي بالك من ايه؟ هو قال لي يا بني ادم خلي بالك وسكت. انت صح. فانا عمالة افكر طب اخلي بالي يمين، اخلي بالي شمال، اخلي بالي من ايه بالظبط؟ فضلت قاعدة كده وانا سايقه افكر هخلي بالي من ايه. لقيت على شمالي بني ادم انسان روح بني ادم، وعلى شمالي اللي هو على يمينك وكله على يميني. انا شوله اصلي. فعشان كده طب دي تتعلم بالسواقه. لقيت على يميني الباسكت الكبير قوي بتاع الزباله اللي هو الحديد ده، الحديد. فهعمل حاجه من اتنين، يدخل في الروح البشريه اللي ربنا خلقها، يدخل في الباسكت الحديد
والعربيه تدشت انت ولا اي حاجه يعني مش مشكله يعني مش مؤمن عليها ومش مهم الروح البشريه اللي جنبها وخافت على الروح البشريه اللي ماشيه لان الروح البشريه دي ممكن توديني الداهيه لكن الروح اللي جنبي ده جوزي حيا الله يعني المهم فرحت ايه خدت القرار بشكل سريع جدا في دقيقه رحت داخله باقصى سرعتي فالعربيه لبست في الباسكت الحديد الله اكبر بس وصلت لحد فين بس ليك في الريش وصلت لحد صدر عماد جالكوا لحد هنا يعني ابي اقول لك ليه صدر عماد طب انت لحد فين لا انا عملت كده اه ما شاء الله عليك يعني شوف ازاي بس فزعل فنزل لا ملوش حق لا يا لا لا اخي يا استاذ رجبي يعني بتاخد المواضيع على صدرك قوي ليه وبعدين ليك في الريش بقشيش بالظبط ده اللي انا قلته اللي يجي في الحديد في داهيه طبعا لكن يعني اهم حاجه فزعتي ليه يزعل مني ليه يقول يلا لا غلطان يلا ابعدي من قدامي دلوقتي وبعد كده برضو صمم يعلمك لا بقى خلاص يعني كنت خلاص اتعلمتي تخشي في صناديق زباله لوحدك حرام عليكي الف نهار ابيض بس العربيه الحقيقه ما عادتش نافعه بس الحمد لله اشترينا واحده غيرها الله اكبر شي ما انت اتعلمتي فين وامتى دفعت من الحكايه دي صراحه ربنا قالت لك انا اكتر واحده بكره الجمله اللي الناس بتقولها بتاعه تيجي في الحديد لا يجي فيا لا بعد الشر يجي فيا ولا يجي لا بعد الشر حبيبتي تفضل سليمه بعد الشر ما انا هقول لك ما هو الشخصيات اللي زي واللي زي استاذ عماد لما بيجي في الحديد فهم بيزعلوا ويتاثروا فصحتهم بتتدمر فبيبقى جت فيا وفي الحديد لا طب يجي فيا لوحدي انا هتعب لوحدي ولا انش تجيش حاجه طب بعد الشر بعد الشر عليكم جميعا مين اللي علمك السواقه وامتى محمد جارنا ابن طنط ام محمد اللي كانت بتركب سوسن اوكي الف نهار ابيض ومحمد جاركو ده كان الاكس بتاعك برضو لا ما كانش الاكس بتاعي لا كان طويل عليا فما كانش يعني بالنسبه لي مهم يعني فهو علمني وبعدين الحقيقه ما نفعش العلام باي حاجه فبعدين رحت مركز تعليم وبعدين برضو ما نفعش بعدين رحت مركز تعليم تاني بقى اخراني فكان خدت شهاده كبيره بقى عملت اي حوادث في حياتي طبعا بصي لا عندي حادثه مشهوره الناس كلها عرفتها لا عملت اللي هي اللي انا قلت فيها ان بقى بابايا مات بس دي حادثه كانت معروفه في حادثه تانية بقى عملتها كنت راجعه من التصوير وانا وانت كنا في التصوير ده لو تفتكري كنا بنعمل المسلسل وانا فاكره في المسلسل ده كنت طول الوقت لابسه بيجامات وكنت طول الوقت عامله شعري قطتين كنت طالعه المفروض من اختهم الصغيره ومتخلفه عقليا كده ايه مروشه بقى باربي وكيتي وحاجات كده فكنا سهرانين فتعبت قوي في التصوير فمن كتر ما تعبت فكسلت اغير الهدوم فقلت خلاص انا همشي بالبيجامه ما انا كده كده من الشغل البيت عادي بننزل صح وبعدين سرحت ونمت في حاجه دي لا انت لابسه بيجامه وانا لابسه يعني اسمحي لي لو انت واحد بيلبس البيجامه ليه عشان ينام الله يفتح عليكي هو ده اللي انا عملته قمت مقيله شويه كده صحيت على صوت تريلا وانا فوق الرصيف قلت ايه ده مين اللي جاب التريلا دي هنا ولا ايه اللي جاب الرصيف ده تحت ففقت بقى كده في السرير بس نزلت بقى رحت قعدت اعيط 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 في الشارع وكان على طريق بقى طب ايه ده يا شيماء ده فعلا ساعتها وحياه ربنا انا ما عرفت الكلام ما انا ما بقولش بقى رميت العربيه وجيت تاني يوم التصوير بس فروحت طبعا ايه العربيه بقى طبعا اتشنيرت خالص وبعدين اللي مش المهم بقى في العربيه طبعا المهم العربيه بس المهم في الموقف ان انا بقيت الناس اللي معديين يا عيني فجت وقفت عربيه كده فيها شباب فجم عشان يساعدوني فانا بعيط جامد جدا فهم افتكروا لا مش بيضحكوا هم بقوا فاهمين ان انا مثلا جوزي ضاربني ان انا متطلقه ان انا هربانه من اهلي بيجامه وشبشب لا بيجامه ومش اي بيجامه دي الوان بقى انت عارفه انا بقى لما بنطلق فكانت يعني الحقيقه من ساعتها توبه ان انا اعمل كده تاني انا كنت غاويه دايما الحقيقه البس بوز العربيه في حاجه بوز بس لا يعني ما هو الموتور بقى يعني انت عارفه البوز بقى اللي هو يخش للموتور كده اللي هو اختراق بس يعني ده مجرد موتور ضاحيه مجرد موتور يعني بعد كده العربيه تتخرض يعني تبقى خرده طب انا هسالكم سؤال تاني قولوا لي مثلا ايه حاجه حد يعني اذاكم في عربيه عشان احنا طبعا الستات ما بنفهمش بقى في تغيير الزيت وفي الحاجات دي قولوا لي حاجه حد اذاكم فيها وهبتدي لكم ازاي حد اذاكم في عربيتكم كنتوا ما كنتوش فاهمين لا هو بنتاذي فلوسا لا انا ما اتاذيتش فلوسا لا انا نفسي بتاذي فلوسا انما مش كقطع غيار او كده يعني لان انا بتاذي فلوسا لان انا ايه من خف سلم اوكي وانا عربيتي دي ايدي ورجلي بصراحه لا انا بقى اللي حصل معايا انه كنت في مره مسافره اسكندريه بالعربيه وانا لا بفهم يعني اغير زيت ولا اسم لا بصي ما تعبيش الجمل كده
ايه؟ مسافره اسكندريه ليه؟ نحب نعرف عشان اروح اتبسط بقى واقضي بقى يومين استجمام كده. طب يا ترى كنتي واخدي معاكي سندوتشات مثلا، عصير؟ احكي لنا التفاصيل الحلوه دي. بصي، ما انا ما باخدش معايا حاجه، الناس عارفين انا جمهوري ما بخبيش عليه حاجه، عارف على فكره الحكايه دي. بتاخديش سندوتشات؟ بروح اسكندريه، بنزل بروح اقعد في اوتيل. بعمل ايه بقى؟ بنام واصحى اكل في الاوتيل وانام، ما بنزلش. مش بحر اسكندريه البحر، لا انا رايحه بس اشم الريحه يعني على الهوا كده بس. فالناس ساعات بيفتكروا ان انا مت في الاوتيل، بس لا، بيلاقوني بعد 3 ايام خارجه بقى كده انسانه عاديه فريش. وانا بقى مسافره، فروحت قلت ايه، اشيك على المايه والزيت زي ما دايما يقولوا لنا اصدقائنا الولاد وقرايبنا واولاد خالتنا والحاجات، والعجل ومش عارفه ايه. فروحت الراجل الله يسامحه يعني منه لله، فروحت قلت له شيك، فراح عمل ايه، فتح القربة بتاعت المية تمام وما قفلهاش. الله يخرب. فراحت المية اتبخرت، وانا طبعا احب اطري على نفسي، فمشغلة التكييف بقى على 4 ومشغلة حمائي ورأسي واب، وفجأة العربية عمالة وانا مش سامعة حمائي بيغني، اسمع العربية ولا اسمع أيوة المطور. القربة دي بتاعت ايه؟ بتاعت المية. بتاعت المية يعني الراديتير؟ لا، قربة المية بتاعت المساحات. لا لا، ما في واحدة تانية اللي بتمشي، اللي هي بتبرد الموتور. هو العربية فيها قربتين؟ دي ده انا كنت فاكره نفسي ضايعه طلع بجد. والله انا عارفه ان قربه المايه لما المساحات فنملاها بقى ميه. لا، فيها قربه ميه وفيها دريكسيون اللي بنسوق. لا ده تسين ده عادي. في مساحات. ايوه ده بتقول ما دي اللي انا بقول. وفي كراسي صدقي وفي عجل. والنعمه حطوا العربيه فيها عجل. وعندكم كنبه؟ الا عندي كنبه، ده انا عندي كنبه، ده انا كنبتي على فكره مريحه راحه وعليها سوست مش قادره اقول لك. المهم بس اكمل لكم بقى الراجل عمل ايه. ففضلت بقى ماشيه، المهم العربيه جابت حاجه اسمها ايه، وش سلندر. طبعا انا بقيت ماشيه والعربيه مطلعه دخان، وانا بقى مش فاهمه برضو، افتكرت ان ده السقعه الجو الدنيا بس وخلاص يعني. بس وخلاص. المهم يعني احنا رحنا عملنا تقرير، جم هنا في بتوع البرنامج قالوا لنا لازم تعملوا تقرير. فطبعا احنا هننزل نعمل تقرير عادي؟ لا، احنا قلنا لازم نعمل تقرير مختلف. فنستغل البرنامج في ايه؟ الاستاذه ليلى كان عندها يا حبيبتي تورم في الاعصاب يعني، وكانت متوتره شويه كده. والاستاذه نشوى كان الاستاذ عماد كان ضاربها بوكس، فكان عينيها ورمه، فكانتش حابه تختلط بالجمهور. فقلنا نخرج بره حدود البلاد، فسافرنا رحنا اسبانيا عشان نعمل لكم تقرير عن سواقه العربيه. بس انت في الشارع ليه؟ لان انت خدتينا عشان تعقدينا بكميه الاكسات والكراشات بتوعك. معاكي حق بصراحه، انا بما اني كانت طفولتي كلها في اسبانيا، وكل البوي فريند اللي بدات اصاحبهم من سن 4 سنين لست سنين كانوا هناك، فحبيت ان انا افرجهم على قدراتي ومهاراتي وافرد عليهم عضلاتي. فتعالوا نشوف التقرير ونرجع تاني. واحب اغني بقى يعني دايما وانا سايقه احب اغني، ومن اكتر الاغاني المفضله لقلبي اغنيه الفنانه سميره سعيد. طبعا هي بتزمر عشان عايزين اربط الحزام، بس طبعا ايه، المصري معروف بجبروته وبقوته في كل حته، ان هو دايما بيحب ما يلبسش الحزام ابدا. انا احبها تزمر كده عشان اعذبها، فافضل ماشيه كده من غير الحزام واغني بقى. اغني ايه الفنانه سميره سعيد؟ هوا 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 ملا قلبي وملا عيني هوا الله الله. هولا هولا، how are you? I'm fine and you? I would like to try this one. Sure, yeah, this is really really easy. It's the best machine to do tourism here in Madrid. Really? Have you ever done before? No, never. This is my first time, so I will need a bit of training. Is it okay? Yeah, of course. Don't worry. In 2 minutes you will be expert. All right, so let's go to the office to practice a little more, and we can start the Segway tour in the Royal Palace. And then are we? Yes, please, please, please. All right, so let's go to the office, okay? Let's go. Perfect. Lead the way. Follow me.
صباحو قشطات عسلات مربات. قالوا لي ان انت ان شاء الله هتبقى معايا في رحلتنا من اول عبيد نشوة. نشوة، انا اسمي نشوة. انت اسمك ايه؟ بايومي فؤاد. بايومي فؤاد؟ بايومي فؤاد في اسبانيا كمان؟ بايومي مينا. اوكي كامبيو 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 مارتاس. مارتاس طبعا. مارتاس ما انا عارفه انها مارتاس. مارتاس بس مارتاس مارتاس هنت مارتاس دلوقتي. فرينو 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 فرينو. تيراموس دي الانيلا تيراموس دي الانيلا دي الانيلا دي الانيلا دي الانيلا. مينا 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 اهي. ايوه كده ايوه كده. انا سايقه لوري انا سايقه لوري انا سايقه لوري انا سايقه لوري. muy bien muy bien انا سايقه لوري انا سايقه. فرينو 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 suave 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 فرينو suavecito فرينو فرينو على مهلك. انا ممكن اسوق تراك زي ده. زعلانه منك لان المفروض في حاجه اسمها استباحه. الاستباحه الاستباحه عندكم هنا بتبقى ايه؟ ها طبعا السواقه حاجه مهمه جدا ان احنا نلتزم بالقواعد وخصوصا الستات عشان ما يقولوش ان احنا ما بنفهمش بنعمل حوادث. بس ده غلط مليون في الميه. بالعكس يا جماعه احنا بنسوق اهو، بنسوق في مصر في الطلبيه في فيصل، بنسوق في اسبانيا، بنسوق في اي حته. انا بسوق في الدنمارك يعني ايه اللي بيحصل؟ مفيش اي حاجه بتحصل. بالنسبه للبنات انا عارفه برضو انه في بنات في مصر كتيره مش الولاد بس، في بنات اكيد هيبقوا حابين ياخدوا التجربه دي. فبرضو احب اقول لهم انه في عيوب اكتر من ميزات. يعني مثلا لو بصينا على الحته دي، دي احنا هنا البنات بنحط فيها ايه بقى؟ بنحط فيها المنوكير والمناديل، ولو معانا ساندوتش ولا حاجه بنحطه، يعني بنعيش حياتنا هنا. هنا مش هتلاقي بقى مكان تعملي كل ده، فساعتها تعملي ايه؟ بالنسبه لموبايلك والشاحن هنا والزباله اللي احنا بنحطها، بنبقى واكلين بقى ايس كريم لبانه مش عارف ايه، مفيش الكلام ده. المرايه، بصي مفيش هنا مرايه، يعني احنا طبعا بنحط روج واحنا سايقين، وبنظبط البودره ومسكرتنا وكل حاجه بنعملها. يعني انت بتعملي نص مكياجك في البيت والنص التاني اما بتنزلي، ده فاكسين بقى في العربيه دي. هولا. We have this space, okay, to do a little training or with indoor, so the customers can start the Segway tour in the best way, safety way. So when you want, we can start it. Oh. So now can I just go on it? Put your feet in the center of platform. One. One. Another one. Two. Back. Let me help you. Please help. Well please. Done. Please. If you want to stop, lean back and segue stop it, okay? Yeah, perfect. الدنيا زي المرجحة يوم تحت وفوق. Let's go yeah. and play with it in the piazza. أنا محتاجة طريق سريع عشان أفتح. أنا متعودة في بلدنا أسوق لوري في طرق سريعة. خربت الدنيا. العربية حصل فيها ايه؟ انا مش شايفة. مجبالي عربية ماشية في الامرية عمالي اجنبية يا شوشة. احبسها لا 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 وبعد ما شفنا التقرير اللي بجد بجد يعني فكرني بذكريات تحفه في اسبانيا. نرجو ان حضراتكم تكونوا انبسطتوا بيه. نرجع بقى نتكلم شويه عن احساس كل واحده وهي بتسوق الاله اللي ركبتها. من فضلك قبل ما اتكلم عن احساسي، شفتوا الاوتفيت والستايلش بتاعي؟ اهو ده عشان ايه؟ عشان هناك الموضوع متناسب مع الاكسات بتوعي.
بس فعشان كده قلت ارجع لهم. بس برضو انا حسيت ان انت لابسه كده مخصوص عشان العربيه الفخيمه اللي كنت يا شيخه اسكتي، ده عربيه رزله. ليه؟ انت ما شفتيش ده؟ انا كانت قاعده كانت مع الانفل. ده الديكسيون كان طالع لحد زوري. لا بس حاجه ما حصلتش في الدنيا هنا غير مره واحده. ولا ذمتي بثلاثه تعريفات. لعلمك انت هتعقدي الرجاله كلها بالعربيه دي. مش كلهم، في واحد مش هيتعقد لان عنده عربيه زيها، محمد رمضان الاسطوره. ميت مسا عليك يا اسطوره. لا بس بجد يا شيماء يعني راكبه لامبورجيني. المهم طب قولي لي انت بقى بالنسبه للمدرسه اللي انت كنت عايشه فيها دي وسايقه وماشيه دي عماره دي؟ انا الحقيقه كان بيت. العجل بتاع العربيه كان فوق مستوى نظري فطلعت الدور الاول بقى. لا بس برضه روشانه لما تحطي رجلك على فرده الكاوتش دي. استني وشتيني وانا بشرب سيجاره. يا اختي والله العظيم ده كان اكسسوار عشان بس ايه ما الهوبه ما تجيش. يا شيخه كانت اكسسوار. اكسسوار. طب والدخان اللي كان طالع من نخشيشك ده كان ايه؟ اكسسوار برضه. الدخان اكسسوار. لا لا فوتوشوب يا استاذ عماد. ايوه فوتوشوب. لا لزوم الحال يعني كل السواقين بتوع خبطت عربيه ودي اصدقائنا في اسبانيا باعتين لنا صورتها اهي مولعه ورانا. ينفع كده؟ ده رمتها على جنب الطريق. انت لذيذه. شفت اللذيذه؟ حد مات؟ لا استني كله كوم بقى واحكيلي بقى اللي انت كنت راكباه ده كان ايه؟ ايه لا 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 العاب مغامرات. العاب العاب العاب. لا السكوتر خالص كنت في البتاع. انا بجد كان نفسي اركبها. وانا السيجواي. لا انا خلصت. انت تركبي منين يا شوشو؟ ما انا اجيب واحده على رجلي. لا صراحه ربنا احساس رائع رائع وسرعه خطيره وصديق للبيئه. ما كنتيش خايفه؟ ابدا. لان الوقعه عندك بدمار عظام. ايوه هشاشه بقى واشكال من كده. بس عايزه اقول لكم انها امنه للغايه. لا ويطلع يوصلك فوق الرصيف لحد المحلات. ايوه يا شيشو والنبي قعدتك حلوه وكلامك ما بقتش وحش منه. بس للاسف بقى يا جماعه احنا هنكون مضطرين دلوقتي نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا تاني. يلا بينا. ودينا رجعنا بعد الفاصل. ما غبناش عليكم كتير نرجو ذلك. ونرجع تاني لموضوعنا. ايه اخبار الشوارع والسواقه تاني؟ ايه اكتر حاجه بتضايقكم؟ بصي انا اكتر حاجه بتضايقني لما بيبقى في ناس نازلين يسوقوا وهم اساسا ايه يعني عندهم وقت اضافي. فتبقي انت مثلا مستعجله مرحرحين يعني فمثلا تلاقيهم ماشيين براحتهم. انا ما عنديش مشكله. حضرتك عايز تنزل تتمشى خد اقصى اليمين وسيب لنا اقصى الشمال للناس المستعجلين. اشمعنى ليه تمشي؟ اشمعنى ياخد اقصى اشمعنى ايه؟ يعني الشمال معروف انه للناس اللي بتسوق بسرعه واليمين ده للناس اللي بتسوق بطيئه. بس لازم اتعلمها في انجلترا. مين اللي حدد الكلام؟ السواقه. مين اللي حدد؟ هو ده ايه؟ مزاجك انت بقى؟ انت مزاجي ايه يا حبيبتي؟ دي طقوس وقواعد وقوانين للسواقه معروفه. لا يعني هو مين اللي حدد ان احنا نحط الحزام؟ مش بتهزري بجد؟ بتكلم بجد والله. طب استنى انا في حاجه وحياه ربنا والله العظيم ما كنتش اعرفها غير لسه مثلا من اسبوعين وانا بسوق مثلا بقالي 20 سنه. ما كنتش اعرف ايه هي الحكمه من الخطوط البيضاء اللي بتبقى مرسومه في الارض دي. الله. فانا ببقى يعني فاكره ان ايه ديكور في الشارع. لا انا فاكره انها ايه يعني ايه عندهم الوان زياده. لا قلنا يعني لو إيه الشارع الاسفلت مثلا اسود لازم نظبطه. لا ايوه بحاجه بيضاء. لا فعملت مره انا ماشيه رايحه اسكندريه برضو فمصوره كده 10 ثواني عشان احطهم على الانستغرام. طب اغلس عليكي واقول لك زي شيماء كنت رايحه اسكندريه ليه؟ وكان معاكي مين؟ لا لا يا لولو يا لولو انت زيك يا شقي عدل فانا. المهم فانا ماشيه فسجلت العروض دي. اي نعم كنت رايحه مهرجان اسكندريه. اذا كان كده ماشي. المهم فانا ماشيه في المهرجانات احيانا. المهم وانا ماشيه فصورت الفيديو فوري لي عماد بقى فقال لي نشوى ايه ده؟ فقلت له ايه في ايه؟ قال لي ايه اللي انت عاملاه ده؟ فقلت له عادي مسجله 10 فيهم ايه 10 ثواني واغنيه شغاله. قال لي انت ماشيه على الخطوط البيضاء؟ قلت له ماشيه. ما في الارض الخطوط. ما انا ماشيه على الارض مش يعني العربيه بتمشي على الارض. قال لي انت مش بجد مش عارفه انت عملتي ايه؟ قلت له والله العظيم انا ما عملت حاجه. قال لي كده انت حماره؟
هي سوري لا غلط علي كده علي انت حمارة لا قلت له ليه لا يا استاذ يعني 23 سنه قلت لها يا بني ادمه بعد 23 سنه وست مستحمله حضرتك وبتقول لك يا حبيبي ومن فضلك تقول لها انت حمارة ليه مالهاش اهل مالهاش اصحاب يسالوا عنها لا حضرتك لو مش عايزه احنا قاعدين عندنا في البرنامج احنا مالهاش حاجه نقفل الديكور وتفضل قاعده الله المهم انت مستحمله كتير مش انا اه والله اسكتي والله اسكتي هحكي لك معانا الحلقات كتير المهم فانا قلت له قولي المغزى ايه من قال لي الخطوط البيضاء دي معموله عشان يحددوا الحارات عشان الحنيره اللي يمشوا في النص يعني ما يمشوش فوق الخط لا يبقى في خط يمين وخط شمال وتلتزمي بالحاره بتاعتك قلت لهم هم هيأدبونا يعني المرور عاملين لنا ده أدب يعني انا ما كنتش عارف ان الخطوط دي المفروض نعمل كده انت عارفه طب انت عارفه المعلومه دي طبعا عارفه والله لا بتهزري اقسم بالله عارفه انا يعني هكدب عليك ليه لا انت شكلك ما يعرفش لا عارفه يعني طول عمرك يعني عارفه ايوه طول عمري عارفه امال هو اصلا مين اللي قال لك بقى الراجل بيعلمني قال لي اهم حاجه انك تمشي في حاجه والله قال لي كده ايوه طب انا عماد اللي علمني وما قاليش اعمل كده غلطتك يا استاذ عماد الله وبعدين يحملك انت النتيجه والله طب انت بنتك يا ليلى كنت تعرفي ان الخطوط البيضاء وظيفتها انك تمشي في النص مش عليهم تصوري انا قالوها لي من الاول برضو؟ انا رحت مدرسه ليه لان برضو أنا بصي تعليم القرايب ده ما يجيبش صح ابويا الله يرحمه كان غاوي اكل فكان في حاجات تدلق في العربيه ملوخيه حسبي 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 انا حاسه ملوخيه حسيت كده ان شكل العربيه كان كانه لك رجلا ظالما فحسبي يا مان بس شوفي بقى كله استحمينا بالاكل الدنيا دي حظوظ شوفي هي بابا لها عشان ده اب حسبي حسبي بس لكن حسبي يا بني ادم ده الزوج هو اللي يقولها الفرق بين الزوج والاب لا طيب برضو عشان نشوف برضو الفرق زي ما شفنا الفرق بين الزوج والاب نشوف الفرق ما بيننا احنا الثلاثه في مين فينا الاشطر في السواقه عملنا لكم برضو تقرير تاني بس سباق صغنطوط كده ما بيننا تعالوا نشوفه ونرجع تاني استنوا ده مكان سباق السيارات فكرتيني وبما انكم عارفين ان انا عمري ما جايفر في نفسي وبعاني في مصر جدا من فكره ان هم دايما بيقولوا ان الستات ما بيعرفوش يسوقوا فانا قررت اجيبكم هنا عشان نثبت ان الستات بتعرف تسوق ونشوف مين فينا اللي هتفوز على التاني انا مش هثبت اثبتوا انتوا انا هثبت ان الستات هي اللي بتعمل حوادث ان كلام كل المصريين حقيقي بالظبط هنشوف هنشوف يا اختي الخوذه مش مقاس انا اخش بهدومي يا عم انا دي صغننه دي اهو شديت ساعدوني يساعدكم ربنا ساعدوني البت تعبت تعبت حرام عليكي اوكي انا هرجع ايدك سلا يلا يا لهوي فوزت عليهم وده العادي بتاعي وانا دايما في السباقات اللي من النوع ده في الملاهي دايما بفوز فالحمد لله يعني هروح استلم الكاس تورس احنا في فورمولا 1 كله يا ابني عايز يكسب انا بقى احب اكون في اخر القائمه طبعا انا النهارده خسرت بس خسرت عشان
المؤامرة الدنيئة اللي اتلعبت معايا، وانا اللي جبتهم هنا عشان خاطر العبهم على حسابي وعشان خاطر صلاح صاحبي هنا مزبطني. اتاري بقى نشوى جت قبلي وزبطت مع واحد تاني وادت له فلوس، اولا بقى يفهمها هي مع انها بتتكلم عربي بس اول ما تقوله مش عارفة ايه يفهمها، ثانيا اداني بدلة ما جابليش بدلة مقاسي وهم كلهم لبسهم في سفوري وانا جابلي واحدة صودا شكل وشه، ثالثا بقى خلاها هي اللي كسبت. وده ليه بقى؟ لانها راحت جايه في السباق وراحت خبطاني من ورا بعد ما كنت انا اللي سابقاها. بس هعمل ايه؟ معلش، هي اللعبه كده، يوم مكسب ويوم خساره، بس ان شاء الله بعد كده يا نشوى انا اللي هكسبك. مع ان انا كان يفرق معايا قوي ان انا لما اقع كده اهوت واتبهدل واتعور انها تنزل تطمن عليا، لكن هي كملت السباق ونحلة. ماشي يا نشوى. ¿Eh? Que se han chocado mucho. Es Nacho Mustafa. على فكره انا قلت لك ان انت قابض من الاول، ما صدقتنيش. ايوه انا لو صلاح كان هنا كان زماني خدت الكاس والذهب، وده فضه. خديه. لا والله انت لوحدك.